أهلا بكم في ترند. نشر الحساب الرسمي لجمعية المرصد لحقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن مشاركات من أنحاء العالم وبمختلف اللغات ولهجات العالم. الكل يردد بأن البحرين قوية بأهلها. قولي جاجا جوك بحرين أوديدو وبلشديدا. أحمي روحك وأحمي عائلتك، خليك في الدار شد دارك. والبحرين قوية بأهلها. بحرين سركار پہ بھروسہ رکھیں، ان کے نیموں کا پالن کریں. خليك في بيتك، البحرين قوية بأهلها. ابقى بالبيت، البحرين قوية بأهلها. оставайся дома، سيلا بحرين في его народе. قوة تاع البحرين راهي في الأهل تاعها. متى بيكم ريحوا في داركم، وإن شاء الله نجوزوا كمل الأزمة بخير وعلى خير. quédate en casa، así Bahrein se fortalece con su pueblo. اتسع بيتك، البحرين قوية بأهلها. جلس في بيتك، البحرين قوية بأهلها. خليك بالبيت، البحرين قوية بأهلها. بحرينير ايشو مويتاتي شباي وبشي غردك بن شوستتك بن ابن شندتك بن. خليك في بيتك، البحرين قوية بأهلها. خليك بالبيت، البحرين قوية بأهلها. غيستي شلو بحرين ايبار بسيطة. خليكم بالبيت، البحرين قوية بأهلها. بندك البحرين هركس عائلة سيلة برابر بيشتدر. خليك في البيت، البحرين قوية بأهلها. سوادي كاب يوبان نخاب بارين كيم كان طوبا تاتون. انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لأهرامات الجيزة تظهر في مشهد حضاري مع إشعاع النور ذو اللون الأزرق وظهور كلمة Stay Home، وذلك في إطار حملة التوعية ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالإضافة إلى عبارات ابقوا في المنزل وابقوا آمنين وزوروا مصر قريبا، في رسالة تضامنية مع جميع شعوب العالم خلال أزمة تفشي فيروس كورونا وتزامنا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي. رح نرجع بكرة نتلاقى هي أغنية لتسعة أخوة وأخوات من لبنان تفرقوا بسبب أزمة كورونا واجتمعوا معا عبر الإنترنت في أغنية تعبر عن وضع الكثير من العائلات في هذه المرحلة. الأغنية حصدت تفاعل كبير ومميز من قبل المعجبين الذين أثنوا على جمال الأصوات والأداء. حول الدراج الإيطالي ديفيد مارتن لتدريباته اليومية إلى وسيلة مساعدة لكبار السن في مدينة لوديتو، ووظف دراجة التدريب لخدمة توصيل الأدوية. Grazie. Anche il cane. Grazie. Grazie a te. Ciao. Grazie mille. Ciao ciao. Ciao. 90. Allora sì. Laureato. Grazie. Va bene, grazie. Okay. Ciao. Ciao. انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للافتة توعوية في أحد الطرق السريعة بمدينة شيكاغو الأمريكية لفحوى حديث لرسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم حول الخروج من الأرض إذا حل بها الطاعون، وكتب في اللافتة الإرشادية التالي: النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا بالآتي: اغسل يديك باستمرار، لا تخرج من منطقة موبوءة فيها مرض، لا تزر منطقة موبوءة فيها مرض. اللوحة التوعوية وضعتها منظمة جين بيس غير الربحية التي تهدف إلى تثقيف عامة الناس حول الإسلام، وذلك مساهمة منها في التصدي لانتشار فيروس كورونا.
سائق تاكسي أسباني كان معروفاً بنقل المرضى إلى المستشفى مجاناً، وذات يوم تلقى مكالمة لتوصيل أحد المرضى، وعندما وصل إلى المستشفى فاجأه الأطباء والممرضات باستقبال بالغ الحفاوة، بالإضافة إلى ظرف يحتوي على مبلغ من المال تكريماً لتعاونه الدائم مع الأطباء والمرضى. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من الترند. إلى اللقاء.